السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيوف الكرام الموجودين معايا في الاستوديو، وكالعادة برحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، منورنا. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بسيدة الأعمال مدام سهير فاضل. أهلا بك يا مدام سهير، منوراني. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، وصباح الخير على السادة المشاهدين في مصر والوطن العربي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير عليكم جميعا مشاهدينا في كل مكان. صباح الحب، صباح الفل، صباح الورد، صباح الوفاء، صباح الإخلاص، صباح كل شيء جميل يجمعنا وما يفرقناش. وفي بداية حلقتي فريق عمل أزمة أخلاق يهنئكم بمناسبة مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على من علم الدنيا الرحمة، صلوا على من علم الدنيا الوفاء، صلوا عليه وسلموا تسليما. أعزائي المشاهدين، في الحلقة الماضية وقفنا عند مدام سهير، وكان الداعي الإسلامي الشيخ أيمن المصري عندما قال سحر القتل، مدام سهير اختلفت معاه وقالت له مفيش سحر قتل. مدام سهير، انت لسه مصممة ان مفيش فعلا سحر قتل؟ طبعا مصممة ان مفيش حاجة اسمها سحر قتل، الا اذا بقى الشيخ ايمن جاب لنا حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام او حاجة من القرآن تثبت الكلام ده. يعني سحر القتل حضرتك رفضه خالص يعني؟ طبعا رفضه تماما، يعني لان انا بحس ان دي خزعبلات، سحر القتل خزعبلات. بالعقل طبعا ولا أرية؟ لا بالعقل وأرية. يعني مطلعة حضرتك على كتب كتير؟ طبعا، وحضرتك عارف ان انا بطلع في الموضوع ده كويس جدا. تمام. واتكلمت معاك ومقتنع ان في سحر مرض ومرض والتفريق والكلام ده كله انا مقتنعة بيه واتكلمت فيه، وان بيحصل فيه حاجات كتيره وحشه للبني ادم. تمام. وامراض خبيثه بتيجي للبني ادم من السحر، لكن مش مقتنعه ان في حاجه اسمها سحر القتل. هل ينفع ان واحد مثلا اتقتله تمام، يبقى هو مسحور له؟ واحد عمل حادثه ومات يبقى هو مسحور له؟ لا طبعا. طب مدام سهير، يعني حضرتك بتقولي انا مطلعه وقاريه كتير، بس هل حضرتك حصلت كل الكتب الموجودة والصادرة في هذا العلم؟ يعني وعلم السحر علم كبير وعلم عريض، محتاج عمق ومحتاج تفكير ومحتاج أيام وسنين للاطلاع يعني. لا أنا ما مش طبعا ما قريتش كل حاجة في الموضوع دوت، لأن أنا مش داعية إسلامي، أنا واحدة عادية بطلع حب استطلاع وباخد بآراء الناس المثقفين في الموضوع ده، خاصة بعد الحلقة اللي فاتت ناس مثقفين جدا اتكلموا معايا وقالوا لي ما فيش حاجة اسمها سحر قتل زي ما انت قلتي. فقلت لهم والله الشيخ أيمن بقى يثبت لنا الحلقة الجاية إن شاء الله. دكتورة سهير، الناس المثقفين والنغبة والساسة وجميع دكاترة الأمراض النفسية في مصر لا يعترفوا أصلا بالجان، يعني واخد بال حضرتك، يعني مش بالسحر. وفي ناس مننا من الشعب المصري في المجتمع والشارع المصري، ناس كتير ما تعترفش بالحسد، واخد بال حضرتك؟ فيعني انت يعني دليلك او سندك ان في ناس مثقفين ما يعرفوش يعني ايه سحر قتل او ما سمعوش عنه؟ لا، هو في مثقفين كتير عارفين ان ما فيش سحر قتل دي، لكن عارفين ان في جن وده مذكور في القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره وفي آية الجن موجودة، والجن ده من ايام سيدنا سليمان ربنا يعني ليه علم في كده، هو خلقه ليه. تمام. لكن حتة سحر القتل دي انا مش مقتنعة بيها تماما، الا اذا الشيخ ايمن اثبت لي عملي قدام الناس كده وقال لي الدليل بتاعه. طيب الشيخ ايمن لو جاب لنا دليل من السنه او من القران او مثلا اجتهاد العلماء والسلف الصالح، هنقدر نقول له ايه؟ لازم نصدقه. والله لو من السنه او من القران طبعا هصدقه وهحييه، لكن لو يعني مجرد يعني حد بيجتهد من العلماء ويقول القصه دي عشان الحوادث وعشان الحاجات اللي بتحصل
في موضوع السحر والشعوذة والحسد. انا اصدق ان ممكن واحد يتحسد يجرى له حاجة، يقع يتكسر، واحد مثلا حد بص لواحدة وهي ماشية وعينه وحشة حسدها فحصل لها حاجة، لكن القتل ده الأعمار بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وهو الوحيد اللي متحكم في حتة الموت بتاع البني آدم. معذرة يا دكتورة، حضرتك بتقول العين ممكن يعني تجيب مرض للإنسان. طبعا لما العين بتكسر إنسان مثلا أو تقتل إنسان يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق وتدخل الرجل القبر، لما العين نفسها بتقتل يبقى السحر ما يقتلش يا دكتورة؟ يعني برضو عايزين حاجات عقلانية يستوعبها العقل يعني. أنا بقول الحسد يقتل، لأن العين بتصيب البني آدم أو الإنسان، لكن الساحر الجاهل اللي هو ما عندوش إيمان بربنا سبحانه وتعالى وعنده فقر ديني وعلمي يقدر يعمل عمل لبني آدم عشان يموت، دكتورة استحالة. دكتورة أنا أختلف معاك في الحتة دي، الساحر ليس جاهلا بالمرة، الساحر علم تعلمه في كتب، وعلم السحر علم كبير وعلم عميق. تمام. الساحر ليس بجاهل، الجاهل من يذهب إلى الساحر. إن شاء الله هنرجع لك تاني بعد الشيخ أيمن. تمام. أعزائي المشاهدين، في الحلقة الماضية وقفنا عند سحر القتل، ووعدنا الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري يجيب لنا دليل من السنة أو من القرآن أو من اجتهاد العلماء من السلف الصالح. خلينا توجه مباشرة للشيخ أيمن. شيخ أيمن، حضرتك وعدتنا تجيب لنا الدليل، أنا عايز حضرتك تجيب لنا دليل يا من السنة يا من القرآن يا من السلف الصالح اللي احنا بنقول عليها اجتهاد العلماء. اتفضل يا شيخ أيمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، احنا قلنا ان في سحر اسمه سحر القتل، وسحر القتل ده يا جماعة اولا السحر ده علم زي ما قلنا أنزله الله لحكمة. تمام. يعلمه هو سبحانه وتعالى، وفي آية قرآنية بتقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تمام. يا جماعة أي ساحر هيعمل أي عمل، هيعمل أي سحر، مش هيتنفذ السحر إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لو واحد ساحر عمل سحر القتل هو مش هيموت إلا بإذن الله، ربنا مقدره إن هو هيموت بسحر. تمام. سحر القتل مش جازم ان هو يقتل، ممكن مثلا لو هنعمل مثلا 100 عمل سحر القتل ممكن ما يموتش منهم غير 3 4. تمام. هو مش بيعمل حادثه واي حد يموت في حادثه نقول له مات بسحر، لا طبعا مش كده خالص. لا، اولا عايزين نفهم الاول، احنا طبعا ذكرنا مره فاتت حديثه من الناس مش واخده بالها او انت بحضرتك مش واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم اتعمل له سحر، كان سحر ايه؟ تمام. سحر قتل. سحر القتل اليهود مش قادر عليه. مش عارفه توصل له، مش عارفه تقتله. راحوا له لبيد او لبيد وابن الاعصم وادوا له اجر 3 دراهم من الذهب عشان يعمل سحر النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، فيردون قتل رسول الله بدون بقى لا سيف. تمام. ولا يخشوا في النبي صلى الله عليه وسلم ليه نسب. تمام. وليه عائله، ليه نسب كبير. تمام. فهم ليه لما جمعوا من كل قبيله بشاب عشان الدم نفسه صلى الله عليه وسلم يتفرق في القبائل. تمام. يبقى اصبح ان الدم بتاعه متفرق على كل القبائل، يبقى نسب سيدنا نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او عيلته يعني هتبقى معاه، هتعرف هتقف قدام كل القبائل، هيبقى صعب. فالحل ده وصلوا له ان هم يسحروا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بسحر القتل. تمام. النبي سحر، سحر، لكن مس عقله؟ لا، ما مسش عقله. وطبعا في اهل مبتدعه كتير يقول لا النبي ما سحرش بيقولوا ولا تعمل له في سحر قتل. لا، ارجع للحديث في البخاري 5730 تقريبا باب السحر. فالنبي تعمل له سحر، تعمل له سحر، ده حديث في البخاري، وامنا عائشه رضي الله عنها هي اللي اخبرتنا بهذا. فهم الغرض كانوا بيعملوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ يقتلوه. لكن الله تبارك وتعالى كل ده كلام اهل العلم بقى بيتكلموا. خش في شرح الحديث، انا مش هفضل اصلا عشان اقول لك كل الادله، انا عايز لنا بقى ولا 3 4 ساعات دليل، دليل او دليلين يكونوا اقوياء وخلاص. تخش على الشرح في كلام لاهل العلم كتير. تمام. فالسحر هذا ربنا سبحانه وتعالى نزل السحر لدرجته، لدرجه سحر التخيل. كان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل الشيء ولم يفعله، واخد بالك، لكن ما مسش. تمام. عقله عشان الرساله ويبقى كل فاهم. تمام. انت بقى
انا عايزك تركزي يا مدام سويفي. انا والله مركزه جدا. لا لا انا عايزك تركزي عشان مش هنرجع للنقطه دي تاني، واخده بال حضرتك؟ انا عايزك تركزي قوي في كلام الشيخ ايمن. انا مركزه. اتفضل يا مولانا. طبعا انت عارف يعني اقول لك حديث في البخاري وسحر سلم وسحر قتل ويرجع ده يكفي اساسا. تمام. احنا بقى الظاهر الموضوع معاكم ماشي بالعقل، بالعقل صح؟ وحضرتك اعترفت ان في سحر اسمه سحر التفريق صح؟ اه طبعا. وسحر تعطيل الزواج. اه. سحر المرض. طبعا. سحر الهواتف. في اسحار كتيره. اه. اشمعنى القتل؟ لان انا عارفه ان الموت بايد ربنا سبحانه وتعالى. وهو السحر لما يعمل سحر من قتل. مفيش ساحر يقدر يعمل عمل لبني ادم عشان يموت فيموت. طب ما عمل له سحر بالمرض، جاله السرطان ولا الشلل؟ شل. ماشي. شلل كان مريض. يا عم لا حول به ولا قوه، قدر ولا ما قدرش؟ تمام. بامر مين؟ المرض دوت نتيجه الحاجه اللي شربها فعملت امراض في معدته او في القولون بتاعه فجاله قلب. شربه ايه اللي شربه؟ ده سحر معمول بمثلا بدم حيض او اي حاجه قذرات اتعمل له سحر بطلاسم معينه باستعانه بالجن. هو مين اللي بيعمل السحر؟ السحر السحر شغال الجن اللي بيعمله. الله يفتح عليك. تمام. طب الجن بيعمل ايه بقى في الجسم؟ اه. لما بيخش بيقعد فين؟ انا عارفه ان الجن حاجه هلاميه بتخترق جسم الانسان وبيلبس الانسان. وحيد الله. لا اله. اولا الجن المكلف بالسحر لازم في جن مكلف بالسحر. تمام. السحر بيستعين بالجن، بيبعت له واحد جنود اللي هو ابليس عشان يبقى مكلف بالسحر الفلاني. كويس. ركز معايا. تمام. الجن ده هيخش على طول كده في جسم الانسان؟ لا، ده في وقت معين، يا اما في خوف شديد، يا اما في فرحه شديده، يا اما في العبد منكلب على المعاصي بيعمل معاصي فبيبقى سهل ان هو ايه يخترق جسمه. تمام. ويدخل. اول ما يخش بيتمركز فين؟ في المخ. المخ ده بيعمل ايه في الجسم؟ هو اللي مسيطر على كل الحواس، هو المتحكم في اعضاء الجسم. لما بقى يعمل سحر بسحر القتل ممكن يعمله على سكينه، ممكن يعمله على بندقيه، ممكن يعمله على رشاش، على اي حاجه. هو المريض الشيطان بيديله اشاره امسك، ممكن غصب عنه بدون لا ما يشعر ولا ارادي يروح دايس على الزنات، زي ما بنشوف كده مثلا واحد قاعد بينظف مش عارف السلاح بتاعه وفي طلعت طلقه فمات. وارد ان يكون سحر قتل. لا طبعا احنا ما بنجزمش. انا ما بجزمش. اه. واحد بيعمل سحر ده خطا مش سحر قتل يا ماما. احنا ما بنجزمش ان كل واحد مات بالخطا يبقى سحر قتل. لا انا بديكي نبذه. الشيطان بيدي عن طريق المخ اشاره اعمل الحاجه الفلانيه. ممكن واحد يروح ينتحر. انت عرفت انتحر ليه؟ يقول لك اصل ده عنده مشاكل، عنده مش عارف ايه. لا، عنده حاله نفسيه. الفنان الفلاني ولا الفنانه الفلانيه رمت نفسها، ما ممكن يكون معمول لها سحر قتل. هو في الاول قلنا مش هي... مفيش حاجه هتتم الا باراده الله، بامر الله. هو مش بيموت عشان السحر عايزه يموت. انا السحر بيعمل السحر. انا هنا محايد قوي يا شيخ ايمن في الموضوع ده. انا كنت قاعد في احد الصالونات الثقافيه الاسبوع ده، يعني من حوالي 3 ايام بالظبط، وقابلت في الصالون دوت احد الدكاتره الأطباء النفسيين يعني، فبسأله بقول له كل الحالات المنتحرة في العالم تنتحر نتيجة مرض نفسي فقط ولا ممكن ينتحروا بسبب أسحار وسحر وحسد؟ قال لي فعلا وأغلبيتهم دلوقتي بينتحروا بسبب الأسحار. بقول له إزاي يا دكتور؟ ده أنت دكتور نفسي يعني والدكاترة زمايلك ممكن يهاجموك في هذا الموضوع. قال لي لا، أنا بقول الحق وبقول الصدق واللي ارزق على الله. يا استاذ ابراهيم يا جماعه عايزين نفهم حاجه. هو انت تخيلك السحر هيعمل سحر من نفسه لاي حد؟ طيب انت تخيلك ده يعني هيحصل؟ لا طبعا. طب ناخد المداخله دي. معانا الاستاذ ايمن، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو الو، اتفضل يا فندم سريعا. ايمن ولا مين معاك؟ عيد سرحان يا فندم. استاذ عيد اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ معانا المنتج السينمائي الاستاذ عيد. وقبل بس ما يكلمنا احنا واخدين مقطع كده من فيلم رجال شرفاء، وانا اعلم ان الاستاذ عيد راجل وطني ويعمل في السينما النظيفه ورجل له ما له ورجل وطني بحق يعني. انا استاذن بس مخرجنا الجميل ينزل لنا مقطع الفيديو اللي موجود. اعزائي المشاهدين، ده مشهد من فيلم رجال شرفاء، وانا اعلم جيدا المنتج السينمائي عيد سرحان من الشخصيات المحترمة جدا ومن الشخصيات الوطنية الذي يقدم رسالة من خلال فنه. أهلا بك يا أستاذ عيد في مداخلتك، وأنا بشكرك جدا على مثل هذه الأعمال المهمة يعني. ده إحنا اللي مبسوطين جدا إبراهيم بيه إن في برامج موجودة في الوقت دوت بتناقش أزمة الأخلاق.
وهو فعلا البرنامج يعني كان سبب رئيسي في ان انا اخش في مرحله الانتاج وابتدي ان اعمل افلام بتناقش الاخلاق زي فيلم حب روحاني مع الاستاذه هاله فاخر، الدكتوره سميره عبد العزيز. الفيلم بيناقش الاخلاق، وفيلم رجال شرفاء طبعا بيناقش الاخلاق وازاي ان الاباء يتعاملوا مع الابناء وهكذا. انا من اشد المعجبين طبعا بالبرنامج بتاع حضرتك، دي مش مجامله والله يا ابراهيم بيه. والبرنامج بتاع حضرتك حيوي جدا جدا جدا، وبيناقش القضايا المجتمع الموجوده حاليا على الساحه. اللي ما شفتش اي اعلامي دخل في موضوع الاخلاق، كله داخل برامج سياسيه. طب احنا عايزين حاجه اجتماعيه، حاجه بتناقش الاخلاق، حاجه بتوعي شبابنا، بتنمي مجتمعنا ان احنا نرتقي ونخش في كميه الاخلاق. يعني يبقى في موضوع كده يخش كل بيت مصري ويناقش ويخاطب البيوت المصريه في موضوع الاخلاق. فحضرتك كنت سبب رئيسي والله ابراهيم بيه ان ابتدي ان انا اخش مرحله الانتاج، وابتدي ان انا اندمج مع حضرتك، وان احنا نقوم بسينما نظيفه تناقش الاخلاق. فعلى وضعك كده يا باشا، وانا معاك وقلبا وقالب والله، ان احنا نبتدي نرتقي ونبتدي نتوغل في المجتمع لتصحيح المسار. انا بشكرك جدا المنتج السينمائي المحترم الخلوق الاستاذ عيد سرحان، بشكرك لمداخلتك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. هنرجع بقى لموضوع الحلقه، ودي بقى يا شيخ ايمن المشهد اللي احنا عرضناه ده، والسؤال بقى هيوجه دلوقتي لمدام سهير. يعني مدام سهير، انت شفت المشهد، الولد مدمن راجع بالليل متاخر، قابله اخوه فبيساله، فانت زي ما انت شايفه العلامات بتاعت الادمان عليه، سيبني عشان انام، قال له لا، فطلع ابوهم طرده ومشاه من البيت. احنا ليه بقى نستغرب ان الادمان بيوصل للانتحار والسحر ما يوصلش للانتحار او القتل؟ وده سؤال مهم جدا. الادمان بيوصل للانتحار لان دي ماده سامه او سموم بتدخل جسم الانسان، والمجتمع بيبقى رافض المدمن في وسطيه. يعني طبعا انا بحيي المنتج السينمائي عيد سرحان، الاستاذ سرحان، الاستاذ عيد سرحان، ان هو عمل حاجه جميله كده عشان يوعي الشباب كمان تبعد عن الادمان، ويعرفوا ان المجتمع بيرفضهم حتى اهاليهم. تمام. بس طبعا في المشهد اللي احنا شفناه الاب غلطان جدا، والاخ، لان المفترض احتوي ابني او بنتي او اخويا او اي حد بيدمن واوديه مصحه يتعالج، علشان يعني كده حرام اللي هم عملوه ده، يعني في الدين وفي الاخلاق حرام ان هم يطردوه. عندما يتالم، وركزي في كلامي قوي، تمام، عندما يتالم المسحور من الالم والتعب والوجع والتخلي عن المجتمع والوحده، كل ده يا دكتوره اعراض ما تأديش للانتحار. الانتحار وليس القتل. ما هو الانتحار هو القتل، هو ما يروده الساحر بالمسحور، هو الموت بأي شكل وبأي سبب، تعددت الأسباب والموت واحد. فهو ما يريده حضرتك يا أستاذ إبراهيم لسه قايل، حالة الاكتئاب اللي بيوصل ليها، حالة الاكتئاب دي طبيعي، بتبقى حالة نفسية عند كل إنسان، بيوصل لمرحلة معينة عقله ما بيقدرش يستوعب الاكتئاب فبينتحر. هناخد اتصال وهنرجع لك. معانا مين يا فندم؟ استاذ محمود، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. الو، استاذ رمضان، اتفضل يا فندم. الو الو، السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. الاستاذ ناصر معك. استاذ ناصر، اهلا بيك يا استاذ ناصر، اتفضل. انا حضرتك موضوع السحر دي قصه كبيره خالص. انا متضرر، انا فريسه، انا واسرتي، انا واخواتي، بقالنا في حدود من 2002 لغايه النهارده فريسه الساحر سبل مدمر للبشر، دمر الاسره كلها، ورحت له وخد فلوسه وبطل، وانشهد عليه ناس، وعامل فوق ال 40 محضر. انا حياتي اتحطمت،
انا الجن بيمشي في عروقي، بيمشي وتنطط في عروقي. ليا اخت بتموت، عمل محاضر قبض عليه قعد 6 اشهر وخرج، ومحطم محطم 5 اسر دلوقتي متحطمه. وبالنسبه للسحر بيموت، وانا حصل لي شلل وحصل لي دمار، وماشي بالقران وبرقيه شرعيه وبزيت زيتون، بقالي 8 سنين حياتي اتدمرت. شكرا يا فندم، رسالتك وصلت، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، ويا رب يعني يشفي كل مبتلي يا رب العالمين. وتاكد خلي عندك يقين بربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيشفيك، وان شاء الله ربنا يشفيك. عايزه تسمعي الكلام ده يا دكتوره وتقولي ما بيوصلش للقتل، ده الراجل بيقول لك انا يعني بموت يوم بعد يوم، يعني عقلانيا يا دكتوره، يعني احنا بس عايزين حاجه نفهمها بالعقل. انت عايزه تسمعي الكلام ده من متصل احنا ما نعرفهوش وتقولي ما فيش سحر قتل؟ انا لحد دلوقتي قاعده منتظره كنت الشيخ ايمن يقول لي حديث صحيح او حاجه من القران بالسحر، سحر القتل. في مش شرط يكون من القران ومش شرط يكون حضرتك يا استاذ ابراهيم، احنا الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ان السحر موجود تمام والجن موجود وكل الكلام دوت، لكن احنا قلنا ان الانسان ممكن يوصل لحاله نفسيه ينتحر. ما هو ده اللي احنا بنقصده، بس انا مش انا اللي هرد عليك. قلة الايمان بعد اذن حضرتك، وقلة الايمان عند يعني عند بعض الناس ان ما فيش ايمان، ما بيصليش، ما بيقراش قران، ما بيشغلش قران في البيت، فبيتهيأ اي حاجه تحصل. زي ما احنا قلنا لو بنت خطيبها سابها يبقى معمول لها عمل عشان كده خطيبها سابها. في كده وفي كده، بس ممكن خطيبها سابها لاسباب ثانيه خالص. لا ده علمي ولا ده تخصصي، وهيرد علينا الشيخ ايمن صراحه كده بالدلائل القاطعه بعد اتصالنا بعد المداخله. بدليل بقى يا شيخ ايمن. معانا سيدي الاعمال صاحبه فيلا السعاده بالغردقه مدام مها مدام مها العارف. اهلا بيك يا مدام مها، اتفضلي. صباح الفل عليكم، منورين. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. وضيوفك المثقفين الشيخ ايمن والسيده الفاضله الجميله اللي منوراك دايما ومنورانا السيده سهير، ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي. وحضرتك طيبه يا فندم، وحضرتك طيبه، وبهنيكم دايما يا رب كده مشرقين ومتألقين في أجمل حلقاتكم. ربنا يخليك يا فندم. حلقة أزمة أخلاق من الحلقات الجميلة قوي قوي قوي. هو تصحيحا هو برنامج أزمة أخلاق والحلقة سحر القتل، اتفضلي. تمام يا فندم. أنا بختلف مع مع الأستاذة سهير. أيوة. في حتة إن السحر مش قاتل، لا، السحر حضرتك بيؤدي فيه أسباب كثيرة تؤدي إلى القتل ومنها الانتحار. احنا ناسين حاجة يعني صعبة قوي بنتكلم فيها، اللي هي القتل المعنوي للروح وللجسد والألم المعنوي. ازاي ممكن حد يسلط سحر على حد بالتفريق ويهدم بيت ويدمر أسرة، يتسلط سحر بالمرض على البني آدم ويعمل له خلل في كل حياته وفي كل تكوين أسرته ويدمر ولاده. يعني في مواقف كتيرة قوي بتؤدي إلى الإنسان ممكن يتصرف تصرفات بدون وعي، إنه ممكن يرمي نفسه قدام عربية، يجري عايز يرمي نفسه في البحر، ممكن إن هو يمسك حد من ولاده يضربه بدون وعي. حضرتك لا، ده في سحر بيؤذي أكتر من القتل ويؤدي إلى القتل. أنا ما سوري يا مدام سهير، أنا بختلف معاكي لان في ناس كتيره انا اعرفها وقريبه مني، قريبه قوي، اتاذت واتدمرت نفسيا واتخرب بيتها واتطلقت وحصل لها تفريق وخسرت اموالها، خدي بالك، اموال بالملايين، لان اتعمل لها سحر بخساره الماديه وبالتفريق افندم. انا بشكرك كتير على مداخلتك مدام مها العارف سيده الاعمال وصاحبه فيلا السعاده بالغردقه، وكان معنا اتصال بالغردقه. شكرا جزيلا مدام مها العارف. شيخ ايمن، زي ما سمعنا مدام مها بتجزم ان في سحر قتل وتقول اتعرض عليها حالات كتير جدا، الدليل يا شيخ ايمن؟ هو انت
عايزين بس نركز شغل مع احنا قلنا كذا دليل وانتوا الموضوع معاكم. انا ما سمعتش ولا دليل. طب نتعامل بالعقل بقى يا شيخ ايمن، انا ما سمعتش ولا دليل. اتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في سحر القتل تقول لي ما فيش دليل. خش واقري تفسير الحديث. قول لي حديث. روح انت اقري بقى شرح الحديث. لا مش انا اللي اقرا حضرتك الداعيه الاسلامي. انا ستي انا قلت لك على الحديث ودوري وابحثي وشوف انت. انا ما تقولهولي وانا هدور ليه؟ انا مش داعيه اسلامي. حضرتك اللي داعيه اسلامي تقول لي في حديث قدسي او حديث صحيح بيقول 1 2 3 في سحر القتل، او تقول لي في ايه قرانيه من كتاب الله بتقول في سحر القتل، لكن ما تقوليش روحي دوري. فين اللي انت بقى جبته بقى والدليل بتاعك اللي طيب بسحر قتل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت تبحثي بقى وتشوفي شرح الاحاديث. انا اللي ابحث ازاي وانت ما قلت لك الحديث وانت تبحثي؟ هو يا دكتوره يا دكتوره سبحان الله يا دكتوره من فضلك يا دكتوره يا دكتوره من فضلك المنقول يقدم على ايه يا شيخ ايمن؟ النقل بيقدم على العقل. النقل يقدم هو انت دلوقتي ده حديث يا استاذ ابراهيم؟ لا اسمعي، الحاجات المنقوله عن السلف الصالح لو او اللي ربنا يقولها لنا ما نقعدش نفكر فيها بعقلنا ابدا. او واحد اجتهد وكتب مقاله ونزلها على النت فثبتها ان هي دي من الاحاديث. العلماء من السلف الصالح في حاجه اسمها اجتهاد يا فندم، لازم نؤمن باهل السنه. في حاجه اسمها اجتهاد من اهل السنه. احنا معانا اتصال مين يا فندم؟ الو. طب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. محمد معاك يا فندم. استاذ محمد اتفضل. بتكلم حضرتك مع الشيخ، كان سبق اتصال بحضرته قبل كده ومشكور جدا. وقال يعني عايز يعني روحي لمتخصص. طب المتخصص منه حضرتك انت بتتكلم في السحر، بجانب نقطه ثانيه حضرتك ان انت بتتكلم بتقول مش لازم في القران ولازم الحديث. اي حاجه ما فيهاش قال الله وقال الرسول مش من حقي اعمل بيها، والشيخ ما ردش على حضرتك ازاي يعني؟ تمام. وضح لي حضرتك. تمام. انت بتقول مش من شرط القران، مش شرط تحت الحديث، ومن تحت شرط ايه؟ اقراها على جدران الحوائط عشان اعمل بيها شيخ؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو. يعني هو سحر المرض ليه حديث، سحر التفريق ليه حديث، اسحار كتير ملهاش احاديث يعني، ولكن ده منقول وعن تجارب. احنا شايفين الساده المشاهدين بيتصلوا قد ايه وعارفين قد ايه مبتلين. يقدر الشيخ ايمن يرد عليك في النقطه دي. اتفضل يا شيخ ايمن. انت جبت نقطه مفيده قوي. هو في حديث عن سحر المرض؟ لا طبعا. هو علم اسمه علم السحر يا جماعه. ومش قلنا القتل ده يا جماعه جزء بسيط، احنا مش منتشر في مصر، ده منتشر بره في الجزائر والمغرب، الحتت اللي فيها السحر اللي هو السحر السفلي، ودول اشد انواع السحر موجودين بره. احنا الحمد لله لا الحمد في مصر الموضوع ده قليل جدا. انت واحد كفر بالله هتستعصي عليه ان هو يعمل سحر قتل؟ هو قاعد بيسجد للشيطان. اتخذ الشيطان يعني الها من دون الله. يعني انت الموضوع كبير. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك على عينه حق والعين تدخل صاحبها القبر، يعني ممكن واحد يديك عين يموتك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي اكثر اموات امتي من العين. العين بتقتل، وانت مستعصي ان في جن هيوكل يقعد على المخ هيعمل للانسان محو للذاكره، مش هيعرف يتحكم في نفسه. هو اللي بيتحكم في السحر مين؟ يعني الجن هيقعد في حته في مخ البني ادم يقول له قوم هات سكينه وموت نفسك، او احذف نفسك من الضوء، من اطلع البرج واحذف نفسك. بالظبط. هو اللي متحكم في الـ في الـ في الـ في العقل. لا يا شيخ ايمن، هو دلوقتي طب الحاله النفسيه لو ما حد بيقول حاله نفسيه، الحاله النفسيه ماشي، انا بوصل لحاله نفسيه سيئه جدا، ده مرض نفسي فبنتحر. وصعب ان الجن يتحكم في العقل ويدي اشارات اذا كان هو بيجي لك بوسوسه، اسرقي اعملي خدي فلوس بالاموال الباطله، طب اعملي المعصيه ديت، وبتسمعي كلامه. امال لما يتحكم في العقل؟ لا مش الجن ده، شيطان الانس اللي بيخلي البني ادم بيقعد يقول له ايه. شيطان الانس ازاي يعني؟ كل مش في جن يعني واحد صاحبي يقول لك اعملي مش في جن وفي شيطان يا شيخ ايمن؟ ولا هو الجن اللي بيعمل كل حاجه في الدنيا؟ من فضلكم البرنامج ده تحت امر الساده المشاهدين ومعانا طبعا. ماشي اوكي. معانا الكاتبه والشاعره الدكتورة سهام الزعيري. أهلا بيك يا دكتورة سهام، اتفضلي. ألو. ألو. اتفضلي حضرتك. يا أهلا بيك يا فندم، اتفضلي. صباح الخير على حضرتك وعلى برنامجك وعلى مشاهدينك الكرام. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. مدام سهام الزعيري، حرم السيد اللواء علاء الدين فكري، والراجل ده راجل وطني من الدرجه الاولى، وبيقوم لينا بالصالونات الثقافيه والصالونات اللي بتجمعنا اللي بيجمعنا فيها الحب والسلام والود والاخوه. انا بحيي طبعا معالي اللواء علاء الدين فكري من خلال برنامجي. اتفضلي يا دكتوره سهام، اتفضلي.
انا عايزه اقول لحضرتك احنا عارفين طبعا ان المصريين هم خير اجناد الارض، ومش شرط خير اجناد الارض كجندي في المعركه او كرجل شرطه او رجل جيش فقط، لا هو خير اجناد الارض في كل شيء، يعني طبعاً في المزرعه طبعاً. في المصنع في كل المجالات وشتى المجالات احنا خير ناس الارض طبعا. فالحقيقه يعني الشعب المصري شعب عظيم وشعب اصيل، ومهما يعني اتحط في ازمات هو شعب جميل بكل المقاييس. يمكن صالون الادبي هو مش صالون يا فندم، هو لقاء حلو بيننا وبين اصدقائنا ومعارفنا من كل فئات المجتمع من اجل نشر الحب والسلام والتسامح والخير ولقاء القوة الناعمة اللي أكيد أكيد بتأثر في نفوس الناس بالإيجاب وبالمشاعر الحلوة، اللي بالتالي بيكون كل شخص سفير لمجموعة معينة للمشاعر الحلوة اللي بتخلينا نكمل باقي الشهر للشهر التاني من علاقات جميلة وعلاقات إنسانية حلوة. شكرا لمداخلتك الكاتبة والشاعرة سهام الزعيري، وبشكر طبعا معالي اللواء علاء فكري، والصالون ده فعلا بيجمعنا فيه الحب والود والإخلاص والوطنية، وأنا أعلم كثيرا عن معالي اللواء من تواضع ومن حب للجميع وأيضا محبوب من الجميع. شكرا لمداخلتك. مدام سهير، أنت اقتنعتي وقلتي إن فيه وأيقنتي بوجود سحر التفريق، سحر المرض، سحر الدمار، اسحار كتير موجوده بالظبط، لدرجه ان احنا قلنا في حتى في الشغل لحظة. يعني في ناس بتعمل اسحار لناس شغلها يقع من فضل. زي ما الاستاذه ما قالت. الله ينور عليك. لما بيكون في سحر تفريق ويكون الطرفين بيحبوا بعض والسحر ده يشتغل ويفرقهم عن بعض، هيستعصى على الساحر ان يعمل سحر قتل. هو بيتعمل ازاي بقى عقلانيا يعني؟ المسحور ده حاسس بكميه الم ووجع وتعب فبيسيب البيت ويمشي، عربيه خبطته. طب ما هو ده بقى بشكل او باخر ان هو بيموت، يعني في الاخر هو بيموت. انا ماليش دعوه بقى هو كان معمول له سحر قتل او مش سحر قتل، بس هي الفكره كلها ما يريده الساحر من المسحور دماره وموته، حاجات بيتقرب منها للجان يعني. فيبدا الشيطان يوسوس للبني ادم ده، ارمي نفسك في البحر ومش هتموت، ارمي نفسك تحت القطر ومش هتموت. انا ايوه انا بقول للشيطان بيوسوس للبني ادم، معنى كده ان اللي بيوصله الحاله نفسيه. ما هو احنا بنقول اهو يا فندم مش قتل يا استاذ يا فندم، هو يعتبر هو قتل. هو الشيخ ايمن بيقول عندما يمرض الانسان وما يلاقيش علاج وييأس، الراجل اللي بيقول لك من 2002 والنهارده 2019 بيقول لك انا كل يوم بموت 100 مره انا وعيلتي وزوجتي، هو ده عايش؟ الله يكون في عونه وربنا يشفيه يا رب ويرفع البلاء عنه يا رب العالمين. يا رب. نقتنع او ما نقتنعش دي قناعتك الشخصية يا فندم، لكن أنا من وجهة نظري أنا ما يريده الساحر من المسحور هو دماره وهلاكه وموته أيضا. لا إذا أو دماره أيضا. لكن قتله لا يا أستاذ إبراهيم. لا ما هو عندما يا أستاذ إبراهيم بعد إذنك، أنا جاية النهاردة عشان الشيخ أيمن وعدني إن هو هيجيب حديث صحيح أو آية من القرآن، أنا عايز أسمعها بعد إذنك على الهواء أنا والسادة المشاهدين. هو أنت ما يقوليش بقى روح اقري. أنت مأمنة أنت مأمنة بالسحر ولا مش مأمنة؟ مأمنة بالسحر لأن الجن ذكر في القرآن. طب عقلانيا كده الانتحار موت ولا مش موت؟ لا لا رد لا عليا. لا يا أستاذ إبراهيم أنا بقول الانتحار أو أسباب الانتحار الحالة النفسية السيئة اللي بيوصل بيها البني آدم. لا رد عليا واحدة واحدة يا دكتورة. الانتحار موت ولا مش موت؟ عندما ينتحر الانتحار الإنسان. موت وليس قتل. لحظة علي الانتحار موت ولا مش موت؟ موت وليس قتل. تمام الله ينور عليك. هو ما يريده الساحر من المسحور موته فيقتل نفسه بنفسه. اللي بيرمي نفسه من الدور العاشر ده بيقولوا ايه عليه بقى؟ هو مش هيأجر عليه حد يقتله، بيقولوا انتحر. لا هو مش هيأجر حد يقتله، خلي بالك هو يقتل نفسه بنفسه، المهم يتخلص من حياته. شيخ أيمن، أرجع لك في سؤال، ما هي أعراض السحر على المسحور في سحر التفريق؟ ترى أنا ما قلت دخلنا في التفريق. أيوة التفريق. طب يعني حلو على فكرة لأن بيحصل كل يوم. طب اتفضل حضرتك قول لنا
واستفيض في موضوع سحر القتل لو حابب. بس حاجة على حاجه اتفضل. في ناس عندها العقل ده اهم شيء. تمام. هي لو احنا قعدنا ننقل لهم الاحاديث كلها هم مش هيقتنعوا. تمام. كل لا يعني لا انا اغلب اغلب الحديث واحد مش كل الاحاديث كلها. هو كل العلوم البشريه وكل العلوم اللي في الدنيا كلها في القران والسنه حاجه واحده. وانا واقف على الست ده اسمه السحر. اسمه السحر. هو في حديث عن التفريق وانت مامنه بيه؟ هو التفريق ده ليه حديث؟ انت مامنه بالتفريق ليه؟ لا 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 في حديث. انا مش بامنه في حديث عن تعطيل العمل. ما انا بفهم بسال سؤال اشمعنى عن القتل عايز حديث؟ ما انا مش فاهم. وانت مش عايز تقول يا ماما ده سحر ده علم. اسمه علم. في علماء هو قال هو البخاري عامل سلسله وانا متخصص عن السحر وانا انا راجل بنتكلم في ازمه من الازمات عن السحر. في ناس افضل مني كتير يتكلموا عن السحر. احنا برنامج بنناقش. انا بقول لك ان بعض اهل العلم ان في سحر القتل. انت بتامن بسحر ان واحد ممكن يتشل ممكن يجيله السرطان بالسحر ممكن 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 نتيجة وقلنا في الاول وفي الاخر كله بقدر الله. يعني مفيش حد هيموت. لحظه اسمعنا يا استاذ الله يبارك. هو في حد هيموت حد؟ لا طبعا. طب النبي بيقول لك لو واحد ادى واحد عين يموته. مش معنى انت بامن بدي. مش معنى السحر بقى مش هيموت. هو اللي بيموت واحد ده بيموته الا باذن الله. بالله طبعا. انا مش فاهم يعني اديك عين دلوقتي اموتك ولا مش فاهم الموضوع. واحد معروف ان عينه خبيثه. ما تبصش للاستاذ ابراهيم. انا بقى بعد اذنك انا اديني فرصتي انا بسيبك تتكلمي ما بتدخلش. من فضلك اتفضل. انتوا الموضوع عندكم ماشي ازاي؟ النبي بيقول لك واحد يدي لواحد يعني يقتله. ازاي بقى انت مش مصدقني في سحر عن طريق كافر في شيطان او في جن موكل؟ لكن الواحد يعمل عمل لواحد يعني كلمه تقتل سحر ما يقتلش. سحر يخلي واحد يتشال. الحسد يقتل البني ادم. يا مدام سهير يا مدام سهير يا مدام سهير يا مدام سهير يا سلام. والله شوف ازاي. ما انا شايفه اهوت. عشان كده مش عارف اسمع من حضرتك حديث صحيح او ايه قرانيه. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود انتظرونا. أعزائي المشاهدين عودنا لكم من جديد. أهلا بكم. مدام سهير مش هتفرق بقى المسميات يعني. تمام. قتل انتحار مات تحت قطر مات غرقان رمى نفسه من سبع بلكونة. الفكرة ان هو مات وخلاص. تمام. فأنا بس عايز أسألك سؤال صريح ومباشر وترد عليها بإجابة مختصرة ومباشرة. تمام. اتفقنا؟ اتفضل. الساحر لما حد بيروح له يقول له سحر لفلان وعايز له سحر مرض او سحر تفريق فالمرض اتملك من جسمه واتمكن منه فالشخص ده انتحر. تمام. ايه اللي كان يريده الساحر من المسحور؟ القتل. يقتل نفسه بنفسه. مش فارق بقى المسميات. القصه خلاص كلها هي مش فارقه المسميات يا استاذ ابراهيم. لا القصه كلها بتدور حول ما يريده الساحر من المسحور هو دماره وهلاكه وقتله وموته. تمام. وتعددت الاسباب والموت واحد فمات بقى تحت عربيه مات غرقان مات تحت قطر. هنقول بقى قتل نفسي زي ما المسميات هتقولها ده في الاخر قدر ربنا سبحانه وتعالى للانسان. لا هي القصه كلها لما بيتعمل سحر ده هو مش في جان وفي وساوس شياطين ووساوس جان بتقعد توسوس تقول له تخلص من حياتك بدل التعب بدل المرض ويهون عليه موضوع القتل. هو انت فاكره يعني اي حد بيقدم على الانتحار ده هو الموضوع ده سهل وبسيط وهين ولا الموضوع ده عظيم وكبير؟ واخد بالك؟ الموضوع ده عظيم وكبير لا تقبله النفسيات ولا تقبله العقل. واخد بال حضرتك؟ فعندما يقدم المنتحر على الانتحار فهو يقتل نفسه بنفسه ولازم توافقيني في الحته دي. العقل يقول هذا. خلاص يا استاذ ابراهيم هنمشي ورا كلام العقل. تمام؟ تمام. اعزائي المشاهدين بس معانا اتصال. استاذ مينا اهلا بيك اتفضل. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم اتفضل. انا طبعا عايزه يا استاذ ابراهيم بعد اذنك قبل ما الاستاذ مينا يتكلم انا عايزه اشكرك يا استاذ مينا جدا جدا لان انت اثبتت لي ان انت من الشباب الخلوق جدا والمحترم. لان حصل لي موقف يوم الجمعه وانا في المعادي وما انقذنيش منه بشهامه وجدعنه ابن البلد والاخلاق العاليه جدا الا الاستاذ مينا. فاتفضل يا استاذ ابراهيم. ربنا
ربنا يخليك يا استاذه. يعني انا اتشرفت بحضرتك، بس هي كانت المشكله كلها ان هي كانت واقفه على الاستراد وكانت بتسال من بعيد، فانا كنت واقف بعيد عنها شويه، وكانت بتسال حد وحسيت ان هي تايهه ومرتبكه، فقربت شويه عليها وكان معايا حد، فسالتها لقيت ان رايحه المعادي ومشوار مهم وعندها مؤتمر، فقلت لها خلاص انا كده كده رايح هناك، كان عندي جنبها كان عندي كنيسه هناك وكانت رايحه. انا بشكرك طبعا استاذ مينا، نموذج للشباب المحترمين في مصر. انا بشكرك جزيلا، ومدام سهير بتشكرك على موقفك. هي دي شهامه بقى اولاد البلد، كل يعني كل الشباب يبقوا. ما هي يعني بصي بصي، اصل دي مش حاجه غريبه يعني، لا 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 فعلا دي مش غريبه ابدا على الشعب المصري، يعني مش غريبه خالص، يعني جميع انحاء الجمهوريه تلاقي ناس كده بتساعدك. طبعا غير اي مكان يعني. المناطق الشعبيه. شيخ ايمن، ما هي اعراض السحر على المسحور بالذات في سحر التفريق؟ السحر عامه بيأثر اعراضه ما تبقى معروفه، بيعرض عن ذكر الله، ما بيقدرش يصلي، بيبان عليه طبعا حالات صرع، بيشوف احلام مثلا بتعابين بكلاب، بيشوف ان هو في مقابر، ففي اعراض كتير يعني بتبين ان الواحد مسحور. دايما الاحلام والكوابيس والحاجات دي ما بيحصلش بقى عرض على الجسم من بره يعني؟ طبعا بيحصل. زي ايه يعني يا شيخ؟ اشهرها يعني. في واحد يقول مثلا اغلبيه المبتلين بالسحر يعني الاغلبيه النساء، وطبعا في رجال بتبقى مأزيه. اي واحد مثلا مبتلى بالسحر يقوم يلاقي جسمه فيه علامات زرقاء، فيه خربشه، كل ده بيظهر على الجسم برضه. ايضا الله يفتح عليك يا شيخ ايمن، الله يفتح عليك. طبعا اعزائي المشاهدين، مش هنوصيكم ان اي حد مبتلى يعني بلاش بقى موضوع اللي بيتقال عليهم شيوخ بالخلطات والاحجبه والحاجات اللي يعني لا يتقبلها عقل دي. اي حد بقى يجي يعالجك ويخرج عن القران والسنه والرقيه الشرعيه بلاش منه احسن، خليك كده مبتلى لحد ربنا ما يأذن من عنده. اللي خلق الساحر ده قادر يشفيك، وعلى فكره الساحر ده والله 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 لو بينفع كان الاولى ان ينفع نفسه بالزبط. عمره ما يذل نفسه ابدا عشان ياخد منك 1000 جنيه او 2000 جنيه او الكلام دوت. تاني حاجه بقى، حد بقى يجي من الدجالين والعرافين يقول لك بضرب الودع، بشوف مش عارف، كل الحاجات دي تغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولا هي موجوده ولا انزل الله بها من سلطان. واحده تيجي تقول لك انا بشوف الودع، التاني يقول لك انا هتنبأ لك باللي هيحصل. كنت تنبأت لنفسك، كنت اكرمت نفسك، كنت عالجت نفسك، ما كنتش تلف عشان 5 جنيه و4 جنيه. حد بقى يجي يلف عليك بشويه بخور ويقول لك البخور بيجيب الرزق. عندنا مواريث خاطئه لازم نتخلى عنها. حد يجي يقول لك ولع عود بخور في محلك عشان ربنا يرزقك. لو البخور بيجيب الرزق كانت مصانع البخور نفسها ما كانتش باعت العود البخور بجنيه ونص ولا باتنين جنيه، كانوا ولعوا في المصنع ده كله بخور، وكانوا بقى جلبوا الفلوس ليهم او جلبوا المال ليهم بطريقه او باخرى. القصه كلها اللي احنا عايزين نقوله يعني ان احنا ضد اي مشعوذ، وضد اي دجال، وضد اي نصاب. ليه اتقال عليه مشعوذ ودجال؟ هو بيستحوذ على عقلك، وعندما يستحوذ عن العقل خلاص انت بتسلم له امرك وبتسلم له امورك كلها، وبتفتكر ان العلاج عنده وبس، وبتنسى ربنا. انت بتشرك مع ربنا شيء. خلي بس عندك يقين في قلبك ان في اله وفيه رب. لح في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، في اذكار، في رقيه الشيخ ايمن المصري قال لنا عليها. على فكره مش محتاج تروح للشيخ خالص، انت ممكن ترقي نفسك بنفسك، وده قلناه ولسه هنقوله برضو. الشيخ ايمن والدعاء الاسلامي الشيخ ايمن المصري هيقول لنا ازاي الانسان يحصن نفسه ويرقي نفسه، وان شاء الله باذن الله ربنا يرفع الغمه عن هذه الامه. يا رب احفظ شباب الامه يا رب العالمين، احفظ مصر واهلها وسائر بلاد المسلمين، اللهم امين. اللهم استر بناتنا، اللهم استر اولادنا يا رب العالمين، اللهم دلنا يا رب العالمين على الطريق الصحيح، اللهم انفعنا يا رب العالمين بالعلم وبالايمان. عايزين بقى نتصدق. اي حد مبتلى صدقني الصدقه هي علاجك. خلي يقين عندك في قلبك ان انت لو تصدقت وانفقت ربنا ان شاء الله هيشيل عنك البلاء فورا. انا في نهايه حلقتي
والوقت بيمر معاكم سريعا والله. القعده معاكم طبعا ممتعه، وان شاء الله يا شيخ ايمن هنكمل في حلقات السحر ان شاء الله باذن الله، لحد بس ما ننقي المجتمع ونفهم الناس يا شيخ ايمن يبتعدوا عن مثل هذه الاعمال الخبيثه، الاعمال القذره. انا طبعا في نهايه حلقتي بتوجه بالشكر لحضراتكم، حضراتكم اعزائي المشاهدين، انتم القائمين على هذا البرنامج، شكرا لتفاعلاتكم، شكرا لتواصلكم معانا عبر الصفحات الشخصية على الفيسبوك، صفحة إبراهيم خلف الله أو صفحة الشيخ أيمن المصري أو صفحة مدام سهير فاضل على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. شكرا الشيخ أيمن كنت معايا وشرفتيني. شكرا شكرا مدام سهير كنت معانا وشرفتيني. شكرا أستاذ إبراهيم. أعزائي المشاهدين، على أمل أن نلقاكم في رعاية الله وأمنه، نلقاكم في الأحد التاسعة صباحا، كل أحد التاسعة صباحا إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من برنامجكم أزمة أخلاق.